مرحبا الساع. يقول الشاعر أحمد بن زعل الفلاحي: من حقاب فيه دنانة يعلها تسجي مشاتية، تظهر زريجة وبركانة في العلا وفي مواطية. البركانة هي نبتة صحراوية من نوع الحمض، تتغذى عليها البل، ويقال بركان بالمعنى نفسه. لكن السؤال، هل الكلمة فصيحة؟ هي كذلك، ففي لسان العرب: البركان ضرب من دق الشجر، واحدته بركانة، قال الراعي حتى غدا حريضا، طلى فرائصه يرعى شقائق من علقاء وبركاني، وقيل هو ما كان من الحمض.